السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرر ديدي ديشان مدرب منتخب فرنسا القيام بخطوة استباقية فيما يتعلق بملف اللاعب الفرنكو الجزائري ريان شرقي نجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي استعدادا لتوجيه الدعوة له وقطع الطريق أمام الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الساعية لضمه وكذا القضاء على أمال الاتحادية الإيطالية للعبة التي تتابع اللاعب بتوصية من مدرب الأتزوري روبرتو مانشيني. وكشفت تقارير إعلامية فرنسية بأن مدرب فرنسا ديدي ديشان يضع الموهبة ريان شرقي ضمن مخططاته تمهيدا لالتحاقه بتشكيلة وصيف بطل العالم في الفترة المقبلة. وقد اتخذ خطوة بشأن ذلك من خلال إرسال مساعده جيستيفان لمتابعة مباريات أولمبيك ليون الأخيرة من أجل متابعة ريان شرقي. وتأتي خطوة ديشان بعد نجاح الناخب جمال بالماضي في ضم مؤخرا عدة مواهب للخضر كانوا قد تدرجوا في المنتخبات الفرنسية الشبانية وهم جوان حجام مدافع نانت الفرنسي ريان أيتنوري ظهير ويلفرهامبتون الإنجليزي وحسام عوار لاعب ليون والكثير من الأسماء. إذ يسعى مدرب فرنسا من أجل أخذ الأسبقية وضم شرق الذي يتواجد ضمن اهتمامات الفاف والكوت جمال بالماضي. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.